لا أدري من أين أبدأ، هل من هنا أم من هناك؟ هل من قارة العجوز أم من قارة الصفراء؟ هل من صاروخ أشرف حكيمي أم من طلقة وليد الحجاب؟ أم من قذيفة النصر سفيان رحيمي؟ أم أن الواقع يفرض علي الانطلاق من المحارب سفيان أم رابط؟ أو هدف ماي العابر للقارات؟ أم من تمريرتي أسامة الإدريسي؟ أو هدف السفاح وليد شديرة؟ أم من تحركات الساحر سفيان بوفال؟ أو هدف الأسد نور الدين أم رابط؟ أم من إبداعات النحل عز الدين أناحي؟ أو هدف الشبل أنس زروري؟ أو لمسات المايسترو حكيم زياش؟ تبعثرت أوراقي، لكن قلمي فضل البداية بفخر الصناعة المحلية نايف أكرد، تشجيعا منا للمنتوج المحلي، وإيمانا منا بأن هنالك مواهب مغربية تستحق أن تسلك طريق الاحتراف نحو أوروبا لا الانحراف نحو الخليج. المطارق لا تصل إلى نتيجة فعالة إلا إذا كان هناك سندان من طراز رفيع. لا يمكنك أن تضرب الحديد على الخشب وتنتظر نتيجة ترضيك. ويستهام لم يعرف طعم الانتصارات إلا بعودة نايف أكرد. 5 مباريات بالتمام والكمال انهزمت فيها المطارق بعد عودة نايف من المونديال سوى مرة واحدة وبهدف يتيم. ابن القنيطرة بعدما قدم الأسبوع الماضي مباراة ولا أروع أمام نادي إيفرتون وساهم بقسط وافر في حصد 3 نقاط ثمينة وتم اختياره نجما للمباراة، ظهر هذا الأسبوع أمام نيوكاسل بنفس المظهر وقدم مباراة من طراز رفيع، مباراة كان من أبرز أطوارها، تدخل حاسم في آخر اللحظات، تدخل يترشم المستوى الكبير الذي وصل إليه نايف أكرد. لو كان الأول في مسيرته لو قلنا بأنه كان بمحض الصدفة، وبما أن سجله مليء بهكذا تدخلات لا يسعنا إلا أن نعترف بأن نايف أكرد واحد من أفضل المدافعين في العالم حاليا، سواء من حيث البناء من الخلف أو من حيث التدخلات الحاسمة أو الكرات الرأسية والهوائية. إن لقطة نايف ذكرتني بتدخله الانتحاري أمام موراتا في كأس العالم بقطر، وبسرعته الفائقة أمام مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، ولكل واحد منا قسط منها. نايف أكرد بعد نهاية المباراة سئل عن تدخله الانتحاري وقال بأنه كانت هناك مخاطرة في التدخل، ولكن أنا هنا لمساعدة الفريق. أما مدربه دافيد مويس قال بالحرف الواحد: لولا إصابة نايف أكرد لكان اليوم وضعنا في الدوري أفضل بكثير. من جنوب إنجلترا إلى شمال غربها هناك شبل مغربي يسيل لعاب الحاضرين والمارة، أنس زروري. بعدما أصبحت رسميته لا تناقش بدأ يستعرض عضلاته في الشامبيونشيب، وهذه المرة أمام نادي نوريت سيتي. ابن المملكة المغربية لم يترك سوى 8 دقائق فقط وضرب خصمه بهدف بعد خطأ فادح من حارس خصمه، ليصل أنس إلى هدفه 6 هذا الموسم محطما رقمه الشخصي كأكثر موسم سجل فيه أهداف في الدوري. وما ينبغي الإشارة إليه أن نادي يوفنتوس مهتم بخدمات نجم المنتخب المغربي. وبما أن الصدفة خير من ألف ميعاد، شاعر كوينز بارك أصبح أكثر لاعب صناعة للفرص في الشامبيونشيب بواقع 77 تمريرة هذا الموسم. وقبل مخاضرة أرض الكرة لابد من الحديث عن نجم الكرة المغربية حكيم زياش. بعدما تكلل انتقاله بالفشل إلى باريس نتيجة خطأ إداري ولغاية في نفس يعقوب، ظهر حكيم أمام فولهام وكأن شيئا لم يحدث
وقدم 60 دقيقة من طراز رافية، وكان من أفضل اللاعبين على رقعة الميدان. ولولا رعونة مهاجمية تشيلسي لكان حكيم نجما للمباراة، لكن سوء ترجمة تمريراته المليمترية حال دون ذلك. من أرض إنجلترا إلى الأراضي الإيطالية، هناك سفاح لا يفرق بين خصومه ولا يهدأ عن سيارة الشباك، بل إن ذلك أصبح عنده عادة أسبوعية. وليد شديرة شارك رسم رفقة باري وقدم مباراة رائعة أمام نادي سبال، حيث منح تمريرة الهدف الأول وسجل الهدف الثالث لفريقه في مباراة مجنونة انتهت بفوز النادي الجنوبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. يصل شديرة إلى هدفه الثالث عشر في السيري بي، وبذلك أصبح أكثر لاعب ترجمة للأهداف بنسبة وصلت ل 26%، والأكثر مساهمة ب 18 هدفا. من جنوب إيطاليا إلى شمالها، هناك محارب لا يترك قطرة عرق إلا ويسيلها، سفيان أمرابط. بعدما وضعت له الفيولا العصا في عجلة برشلونة، لم يتخلى عن فيورنتينا، بل جسد خصائص الطليان على ملعبها، وكان أكثر حركية وفعالية على رقعة الميدان، وربح جميع الثنائيات، لكن يد واحدة لا تصفق، فعادت فيورنتينا بخفي حنين. من إيطاليا إلى عدوتها في الحربين العالميتين فرنسا، هناك صاروخين عابرين للقارات، الأول في شمال فرنسا بمدينة لوهافر، والثاني في جنوبها بعاصمة الأنوار. في الشمال، وليد الحجام أبى أن تسير المباراة على واقع التعادل، بعدما كانت النتيجة تشير إلى هدف لمثله، ضرب بوردو من بعيد بقذيفة لا ترد ولا تصد، ومنح 3 نقاط ثمينة لفريقه، كما تم اختياره نجما للمباراة. أما في جنوب فرنسا، الباريسيون بعدما كانوا متخلفين أمام تولوز بهدف، استنجدوا ببراقهم أشرف حكيمي، فأدركوا ذلك التخلف عن طريق طلقة مغربية، سمع صداها الحاضر والغائب، كما منح ابن المملكة المغربية تمريرة حاسمة لميسي، وتم اختياره نجما للمباراة، وفرض نفسه في التشكيلة المثالية للأسبوع عن شدارة واستحقاق، وهي المرة الثانية على التوالي. من أرض الديوك إلى أرض الفلاسفة، هناك فيلسوف لا يعرف إلا الزنات، يوسف العرابي، بعدما دخل بدقيقتين فقط وفي وقت كان فيه أولمبياكوس متعادلا بهدف لمثله، سجل يوسف هدف التقدم في شباك أوفيكريت، مانحا 3 نقاط ثمينة لفريقه. من صاحب البندقية يوسف العرابي إلى آخر ما تبقى من جيل بوصوفة والأحمادي، نور الدين أمرابط لم يترك سوى 18 دقيقة، وافتتح باب التهديف لفريقه آيك أثينا، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة كان فيها للأسد الحصة الأكبر. سنكتفي بهذا القدر في أوروبا، وسنشد رحالنا إلى قارة آسيا. سفيان بوفال في أول مباراة له مع نادي الريال بصم على مستوى رائع، وكان أكثر حركية في الميدان، تارة على اليمين وتارة أخرى على اليسار، وكان قريبا من زيارة شباك خصمه، لكن محاولته باءت بالفشل. المباراة انتهت بخسارة نادي الريال أمام العرابي بثلاثية لصفر. من الأراضي القطرية إلى جارتها الإمارات، سفيان رحيمي سجل هدفا عالميا في مرمى الضفرة، يصل سفيان إلى هدفه السابع في الدوري هذا الموسم. قذيفة قوية يا سفيان، ويا له من هدف، ويا له من كرة مباغتة. عموما نيران المخارب في كل مكان، ومن يستطيع أن يخمدها فليذهب.